مستمر وانطلاقات الأثار جميلة في هذا المساء الجميل. شكرا لكل زملائي المعلقين الذين تواصلوا ونقلوا إلى حضراتكم أصوات هذا المساء على شاشة دبي ريسنج. شوطنا التاسع أعلنت بداية انطلاقته باللقاية الأبكار المحليات بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في أشواط التميز. نسير مع مقدمة الشوط وهذه الكاسبية تسيطر، ولكن الكاسبية اللي تسيطر على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي في متابعة التضمير، بينما الكاسبية أيضا على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها سعيد بن عبيد الحميري. نقلتنا على ثالث المراكز والمركز الثالث هنا تواجد مشاهدي الأعزاء هبة تعود ملكيتها لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان يضمرها أحمد بن علي بن عجب، والمركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من قبل هملولة لسمو الشيخ محمد هملولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمر هملولة اللي هو سالم بن مطر بن حادة الاكتبي. هناك غيرت قلبة موازين الشوط، هناك مشاهدي الأعزاء الرماسة من هجن العاصفة غيرت مواقع هذا الشوط إلى المقدمة بقيادة الواثق الحمد بن راشد بن غدير. انتقلتنا إلى سادس المراكز في هذه اللحظات، والمركز السادس بنلقى فيه شواهين من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في تضميرها. نقلتنا على سابع المراكز الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها سهيل بن مبارك بن مرخان، وثامن المراكز التواجد مشاهدي الأعزاء الفتانة تعود ملكيتها لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد يتولى تضميرها. المركز التاسع الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حمد بن خميس الغويس في تضميرها، وعاشر المراكز اليذابة لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في تضميرها. هذه العشر المراكز الأولى في انطلاقة هذا الشوط، هذا الانطلاق الجميل التحدي الرائع على أرضية ميدان المرموم في شوطنا التاسع. وتواصل هذا المساء الجميل، هذه التحديات الرائعة في أرضية ميدان المرموم كالعادة دائما لانطلاقة الأصالة والناموس. نعود إلى مقدمة الشوط مرة ثانية بعد ما أكملنا ندانا الأول لهذا المسار. العودة والتغييرات سريعة للقاية غيرت وعادت مرة ثانية اللي هي الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي يتابع تضمير الكاسبية وهي تنطلق على المقدمة، بينما المركز الثاني تأتي في الرماسة من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابع شعار هجن العاصفة في التضمير. دائما هناك مشاهدينا متابعينا الكرام الفاتنة على ثالث المراكز لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوب يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد على ثالث المراكز، والمركز الرابع هذه الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمرها حمد بن خميس الغويص على المركز الثالث. ووصلت هنا في هذه اللحظات اليذاب لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يقدم اليذاب، وهناك تاتينا شواهين من هجن العاصفة على المركز السادس يضمرها حمد بن راشد بن غدير، وهناك شعار صاحب السمو الملكي
الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع فهد بن طحنون الهاجري واسمه الجازي الجازي. هذه العودة إلى مقدمة الشوط يا للانطلاق الأربعمية متر الأخيرة، وبدأ الرقص بدأ الرقص. يا سلام الرماسة الرماسة ترقص على أرضية هذا الميدان بهجن بشعار هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. هناك الفاتنة بجنبها وتنافسها على ناموس هذا الشوط لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد، ولكن الرماسة بأداء بشكل جميل بأداء رائع بانطلاق رائع. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز هجن العاصفة وفوز الرماسة بهذا الشوط. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني اللي وصلت فيه الفاتنة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث وصلت في اليذابة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، والمركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هكذا كان مسار هذا الشوط وهذا التوقيت الزمني الذي تحقق في مسافة الأربعة كيلومترات. حققت الرماسة 6 دقائق و5 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير، بينما وصلت في المركز الثاني الفاتنة قدمت أداء جميل 6 دقائق 6 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد وصلت في المركز الثالث اليذابة قطعت المسافة 6 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، تهانينا لحمد بن علي العويسي. هكذا مساري هذا الشوط وهكذا